يسدد على هذه المدينة، ودائما هم معنا وتشجعونا، وهذا دعم من الصحافة الوطنية. تحية كبيرة لجميع رجال الصحافة الوطنية سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية. هذا تكريم أو مقابلة ديال الربعين اللي درنا للسي عبد الحق درويش. هذا السيد كان درويش واسم على مسمى درويش، وما درويش عاش فقير وما فقير. هذا لاعب اللي لعب في الرجاء، راه في مينيم كادي جونيور حتى السينيور، ولعب مع العلماء الكبار ديال الرجاء، وكذلك لعب في طنجة ولعب في حسين أكادير. أنا تنتسائل بعض المرات شي وحدين حتى يقولوا بغاو يجيو دابا يتعاونوا معنا، أنهم يعاونوا السيد، يعاونوا الزوجة ديالو وولدو ليه، هما راهما بحال راهما في الزنقة مليوحين، ما عندهمش فين يعيشوا، ما عندهمش. حنا اتفقنا خدينا هذه البادرة، ولكن قبل هذه البادرة ما فيها باش نذكر الإخوان وباش يعرف الرأي العام شكون هي جافا واش دارت جافا، باش حتى واحد ما يبقى يهضر في الخوا الخاوي. كي تيقول واحد المثل تيقول لك بكي عليا وأنا حي، إلا ما تبلا ما تجي عندي ولا تعزيني. عبد ربي في 2006 درنا تكريم للسي عبد الحق درويش، هو باقي عبد الحق حي بخير وعلى خير، درنا له تكريم. وبهذه المناسبة تنشكر الرئيس السابق ديال نهضة طنجة السي الأربعين اللي صيفط واحد المبلغ مهم ومهم من طنجة، والناس اللي هنا في الدار البيضاء حتى شي واحد معقل عليه. هذا من جهة. من جهة أخرى عاوتاني عبد الحق داز واحد دوزون ولا تروازون، درت له تروا ديبلوم، وأحسن ديبلوم هو وحاكم الإدارة اللي كان في الراك، ومصطفى النحالة هو اللي كان في الراجة ومشى للراك. هادو ثلاثة صيفطتهم على النفقة ديالي وضمانة ديالي أنا في الكونسيلات ديال الإسبان، حطيت الضمانة ديالي، وداروا 7 شهور في طنجة وداروا 8 في سيفيا، وخذوا أحسن ديبلوم عند حتى شي واحد في المغرب. خذوا الأ وعطاتهم الجامعة الأندلسية الإسبانية، كان 11 دكتور اللي تيقريهم. حنا درويش اللي غنديروا اليوم هاد التكريم ولا هاد الأربعين، راه ماشي حنا باغيين نبانوا ولا كما تيقولوا شي وحدين، حنا هذا صديق ديالنا وكبر معنا في درب السلطان، وحنا عندنا غير على المنطقة ديالنا. والحمد لله باش ما تفوتنيش الفرصة تنشكر واحد الإخوان ديال درب الكبير اللي فيهم واحد الدكتور خالد، واحد السي أحمد، وعبد الرزاق بيطار. هذا عبد الرزاق بيطار كان تيلعب في مجد المدينه، رد معهم كاس العرش داك اللي كان الاخير اللي لعبوا شحال هذا. وهاد الاخوان هادو 15 يوم هما كانوا تيتجاروا معاه في لي زوبيتو ولي سكانير، وهادو هما الناس اللي خاصهم يتشكروا ويديروا. ولكن مع كامل الاسف هذه هي بلادنا، وانا اللي تنعاتب عليه بعض الناس، لان اللي لعبوا معاهم ولا عاشوا معاه تيتسناو ان غادي يجيو لي ميكرو ولا الكاميرات عاده يبداو يبانوا. ومات مسكين، مات مسكين. انا اتاسف كثيرا على ان خاص اللعابه يتضامنوا فيما بينهم، راه اليوم هذا ميت وغدا الاخر غادي يمات، والضامن يكون واحد التكافل اجتماعي بين الجميع. وشكرا لكم.